النادي الاهلي حصل على موافقه الجهات الامنيه بحضور 50,000 مشجع طبعا لمباراه الهلال السوداني. وانا بصراحه بحيي الجهات الامنيه وبقول لهم هي دي الكوره، والكوره للجمهور، ومفيش حاجه اسمها ان كوره تتلعب بساعه محدده من الجمهور الا يعني للظروف الطارئه. انما طول ما احنا في الظروف العاديه، واحنا الحمد لله في مصر عايشين في ظروف عاديه وربنا يديمها علينا نعمه ان احنا في افضل فترات مصر من الناحيه الامنيه ومن الامان اللي كلنا حاسين بيه في كل مكان، في بيوتنا وفي الشارع وفي كل حته، لازم الكوره تبقى كده. هي الكوره كده، واحنا قوه انديتنا والمنتخباتنا طول عمرها قبل ما نحن عندنا فرق جامده ان احنا جمهورنا مرعب. تخيلوا الخبر النهارده، عايزكم كده تتخيلوا كده النهارده، فرقه الهلال السوداني وهي جايه تلعب في القاهره او جايه تلعب في مصر في ايا كان فين، وعارفه ان الامن بيسمح بوجود 50,000 مشجع، تخيلوا بقى لو كانت الموافقات الامنيه تلعب ب 10,000 مشجع و 15,000 مشجع، ده كان هيمثل حافز كبير جدا 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 لفرقه الهلال السوداني. انما 50,000 دي مرعبه لاي حد. وانا بقول لكم ان طول عمرنا زمايلنا اللي بيلعبوا في المنتخبات الثانيه، المنتخبات الافريقيه، بيقول لك احنا بنترعب من استاد القاهره، الاستاد ده وهو مليان ده مرعب. فاحنا السنين اللي فاتت بصراحه فقدنا سلاح مهم جدا جدا كان موجود في ايدينا، في ايد منتخباتنا وفي ايد انديتنا. وانا بعتبر السماح لحضور 50,000 مشجع لمباراة الاهلي والهلال السوداني هي انفراجة كبيرة جدا لبداية عودة الجمهور للمدرجات بشكل طبيعي، والجمهور بتاعنا عارف خلاص ان هو عليه مسؤوليات، وان اللي كل واحد في المدرج لازم يتحمل مسؤولية افعاله ويتحمل مسؤولية تصرفاته.